اسمعوا صوت العربيه دي يا جماعه، لحظه واحده ادورها. حاطط لكم مايك ورا مخصوص قريب من الشكمان باتنين مايكس، عشان اللي قالوا بعد ما كنت بصور الاي 60 الفي 10 الستوك ما كنتش حاطط مايك ورا، فتعلمت يعني. اسمعوا بقى الصوت، وهي ليميتد. اوبس مش الكلاكس سوري. وهي ليميتد عند 4000 لفه، سوفت ليميتر بتاع بورشا. قلبي ليها قصه العربيه دي كبيره قوي. يلا بينا. دي عربية مختلفة. النهاردة معانا العربية البورشة الكيان الـ 957 اللي متسودة زي ما انتوا شايفين 2008، ومختلفة ليه؟ هنقول لكم لما نشوف الموتور. بس تعالوا نراجع مواصفة العربية بسرعة. أنا حكيت لكم القصة من الأول لو فاكرين، إن الحكاية كلها ابتدت بإيه؟ الـ SUVs، تمام؟ الصرع بتاع الـ SUVs ابتدى في مجموعة VW أو VAG، ابتدى بالفولكس فاجن توارج، والعربية دي قريبة من التوارج جدا. طولها أقل شوية من 4.8 متر قاعة العجلات 2.8 وشوية، ولكن اللي مبهر ومذهل فيها إيه؟ وزنها. وزنها اللي بيسموه الأنليدن، اللي هو محمل بالسوائل ما عدا الركاب، 2.3 طن. عربية تقيلة. نتكلم على مواصفة الموتور الستوك. الموتور الستوك هنا إيه؟ 4800 سي سي في 8، بيولد 500 حصان بالظبط و700 نيوتن متر، واصلين عناء الحركه تور كونفرتر 6 نقلات اوتوماتيك. دي مواصفه العربيه. التعليق بتاع العربيه طبعا هوا ومتغير، والعربيه بتاع لو توتا طبعا عشان تبقى اوف رودر، او توتا كمان لو عايز تجري بيها، ومع البورشه سيستمز بتاعتهم اللي هو الادابتيف سسبنشن، العربيه بتنزل مفروض تلقائيا، او انت ممكن تنزلها عشان تخلي زي ما بيقولوا الاير كوشن، يعني المرتبه بتاعت الهواء اللي انت مش عايزها تحت العربيه دي تقل قوي، تبقى اكنز، عشان ما يبقاش في ضغط عالي تحت العربيه، عايز تخلي الضغط دايما تحت العربيه ايه؟ اقل. خلاص؟ تعال نشوف بقى الموتور بتاع العربيه. واللي بيسال على السعر بجد ما اعرفش يعني، خلاص بقى. تعال نشوف الموتور، اهم حاجه في العربيه. من وجهه نظر هندسيه، واحده من الحاجات اللي بحبها في كل العربيات البورشه اللي انا عملتها على القناه، وعملت مجموعه كبيره جدا لو رجعتوا في بلاي ليست بتاعي اسمها بورشه على القناه، هتتفرجوا على عربيات كتيره جدا. وبما اني مهندس انتوا عارفين، اكتر حاجه بتاثر فيا ايه؟ حاجه بيسموها الباكجينج. يعني ايه الباكجينج؟ ازاي الموتور بيبقى نازل في الحوض بتاعه، وازاي نضيف، وازاي الفتحه نفسها صغيره جدا في كل العربيات بتاعتهم. المواتير القداماني طبعا، المواتير الخلفي 99% من العربيات مقفوله اصلا، كنت تقدر تحط تزود زيت وتزود سوائل وشكرا، وتفرج على مروحتين بيلفوا، ولكن الباكجينج بتاعت المواتير بتاعتهم رهيب. اوكي، الموتور التربو ال 4800 سي سي الفي 8 اللي في صورته الطبيعيه بيطلع 500 حصان و700 نيوتن متر، ارقام رهيبه على عربيه برضو تقيله، خدوا بالكم هي مش خفيفه، على ناقل الحركه الست سرعات التور كونفرتر. طبعا العربيه اول ويل درايف، وفيها سنتر لوكينج ديفرنشال، وفيها كل الالعاب يعني. اوكي، ولكن صاحب العربيه عامل لها تيون، زودها تقريبا انها تبقى زي التربو اس، ان انت بتتكلم في 560 بي اتش بي اللي هم عند الموتور، والتورك بنتكلم في 750 بتحفظ، 750 نيوتن متر. فالعربيه قفزت من التربو للتربو اس، غير ان هو كمان عامل كات باك اكزوست. طيب ايه هو الكات باك اكزوست؟ عشان انا عارف الناس يعني بتزهق من الكلام اللي هو ايه، الكلام اللي ملوش معنى. الكات باك زي ما بالظبط اسم الكلمه، كات باك بعد الكاتاليتيك كونفرتر بتغير، اوكي؟ بتغير، توسع، تحط، تغير ريزونيتر، تشيل الريزونيتر، بس في الحاله دي ريزونيتر موجود، وشايل واحده من علب البيئه. العربيه دي فيها علبتين بيئه، شايل واحده منهم، وبرضه مخلي المافلر. بس الصوت بقى زي ما سمعته كده في الاول، حتى بالريف ليميتر ال 4000 بتاع بورشا في حته تانية خالص. ولكن بصوا الحوض من اول لما بورشا بتعمل مواتير في حته تانية، التقفيله دي الالمان برضو ما بيهزروش. صاحب العربيه عامل فيها شويه تغييرات خفيفه، مركب لها الكيت بتاعت الجي تي اس، وبرضه حاطط لها ريسنج سترايبس، حلو قوي عليها كلمه بورشا. وانتوا عارفين دايما يقول لك لو عربيه عليها ريسنج سترايبس على طول بتبقى اسرع، معروفه حتى لو انت ما عملتش حاجه في الموتور، بس انها بلاكت اوت لايق قوي على العربيه، شكلها مرعب وصوتها مرعب اكتر. ومن الجنب اكتر حاجه مؤثره ايه؟ السبويلر اللي فيه مجموعه فينز كده زي الشارك فينز كتير قوي ورا بعض، شكلهم جامد برضو، تحس انها هتقطعك لو عدت عليك. وبرضو الجي تي اس كيت، بس في حاجات اتسرقت منها للاسف، صاحب العربيه بيقول لي هنعمل ايه بقى.
طيب نبص على العجل الامامي والفرامل بالذات. بصوا حجم الديسك نفسه بتاع الفرامل ضخم ازاي. العجل الامامي 275 45 20 ميشلان، فبرضه والعجل حالته كويس عشان هنجرب تسارع اكيد فلازم نطمن. العجل الخلفي ستاجرد بس مش فرق كبير قوي، 285 45 20 بوصه، ففرق مش كبير يعني، فرق يا دوب. ازيك يا طارق؟ ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ امبارح يا جماعه هحكي لكم قصه، وانا بصور في يوم من الايام هنا في الحته اللي دايما بصور فيها انتوا عارفين، طارق طاير بعربيه سودة اسود في اسود والصوت بقى وقلبي بيرفرف. بالصدفه لقيت طارق بيبعت لي تحب تعمل عربيتي، قلت له مش ممكن، هو انت اللي كنت رهيبه. طارق انت ايه اللي عملته في العربيه؟ والله I got tuning removed the secondary cats in the exhaust system. اوكي. Other than that it's full stock. اه بس عملت التيون، التيون جايبي لايك awesome. لايك 550 بريك 550, يعني بتكلم yeah. برضه رقم يعني yeah. بقت تربو اس yeah. Actually it's faster than turbo s. يعني انت what do you think اقل من 5 ثواني؟ اقل من 5؟ I hope so. I haven't tested 0 to 60 yet. بس هي مضبوطه يعني she's on the heavy side. She's very very heavy. بس after the 3000 RPMs you don't feel the heaviness anymore. لا لا خالص، التيون اللي عامله بيبان قوي يعني، هو في شويه توربو لاج تحت شويه، لكن فوق الثلاثه وحش كاسر على الطريق. احنا حاليا سايقينها في اكثر مودز رياضيه، التعليق طبعا هنا متغير حاطينه في السبورت سسبنشن، وفيها طبعا بي اس ام اللي هو بورشا ستابيليتي مانجمنت قافلينه، بس هي فور ويل درايف فدي ميزه برضو عليها طالعه برضو مش هزار يعني. لا وما بتنقلش يا جماعه، مش عايز تنقل اصلا، متردده تنقل. لا وهي اصلا عربيه ضخمه، يعني ان انت تمشي بعربيه ضخمه بدي بالسرعات دي مومنتم يعني، ليها برضو وزن عشان توقف. A lot of drag. A lot of drag. بس فرامل are good, your brakes are good. الكاليبر كبير جدا والديسكات كبيره جدا وحالتهم كويسه الفرامل. كويسين وانت مفتري في العجل. Yeah. انت مفتري ها؟ A car is made to drive. اه بالظبط، يا سلام يا سلام، مش تتركن في البيت. لا خالص. وانت بتطلع بيها اوف رود الوت وذ اوف رودينج اول ذا تايم. اوكي. بطلع حتى بنزل الشواطئ بيها. اوكي، انت عشت في امريكا كلها عشان الناس تبقى فاهمه، انت ناسي العربي شويه يا جماعه، عشان في ناس دايما تقول لك وليه بتتكلموا بالانجليزي؟ غصب عننا لان طارق مولود وانا نشات في امريكا. يعني مولود وعاش بره في امريكا بصفه خاصه، فهو سامحوه هو ناسي العربي شويه غصب عنه يعني، مش بتلكك يعني. طبعا برضو في الملفات بالفور ويل درايف سيستم خبر ابيض، وبعدين ما بتنقلش خالص يا جماعه. وصل هذا الوحش الكاسر ما بيتميلش، ما فيش بودي رول، البدن ثابت تخيلوا، لانه برضو في التعليق بتاعها اوطى حاجه، وبالبورشا ادابتيف سسبنشن عربيه في الملفات ما فيش تمايل تقريبا. ما هم بورشا وصلوا للمعادله من زمان، عشان كده يعني من ساعة لما العربية دي حققت نجاح كبير جدا في بورشا وباعت أكتر من أي 911 عملوها في حياتهم، وكل الشركات مشيت في الخط ده. طبعا اللي صاحب الفضل في القصة مين؟ أوريجيني بي ام دبليو بالإكس 5 الأصلية، هو ده اللي فتح الفتحة بتاعت الإس يو فيز. ده غير إن الإنجليز طول عمرهم بيعملوا برضو العربيات بتاعتهم، بس عمرها ما كانت يعني، كانت ممكن تكون منتشرة أي في إنجلترا بس عمرها ما كانت ظاهرة عالمية. مع الاكس 5 مع الكيان طبعا مفيش شك، الكيان لعب دور كبير جدا في كل المجموعه. بس بصوا بقى السحبه، مفيش حاجه زي الفي 8. نقل الحركه بيحدها شويه صغيره، كانت محتاجه بي دي كي بتاع بورشا اللي هو بلغتهم يعني ديول كلتش، ولو شرحت لكم كلمه بي دي كي بورشا ديول مش عارف ايه حاجه كده بالالماني مع عربه قوي ما استجراش يعني، لكن العربية بتجري وحش كاسر ومش عايزة تنقل. ده غير انها ثابتة جدا، يعني ما اقدرش اقول لكم قد كده هي ثابتة، لانه عربية بالوزن ده والحجم ده ومقاومتها للهواء العالية، يعني انت بتسمع صوت الهواء لانه العربية ضخمة ضخمة وعالية، بس متظبطة.
والصوت بتاع الـ V8 في حتة تانية يا جماعة. وطبعا على الملفات بقى بورشة خالص تقريبا مفيش تمايل. انا قلتها وبقولها تاني عشان ما قصرة فيها شوية الحكاية دي. Very stable with the PDCC. Very. Very stable. And it doesn't roll, it hardly rolls in the bends, and it's يعني it keeps its line تماما. في ساني بيحاول يطلع الكوبري. اوكي. تاني هو يعني العربية ممكن تتخض لو سمع صوت الـ V8 للأسف. بس لو الناس تاخد بالها ان في ناس معاها تبقى حاجة لذيذة. في ناس غيرها في الشارع. اوكي. مش معانا بقى خالص. انا اسف هضطر اعمل كده. عشان بس ايه ناخد الملف بتاع الاندرستير بتاعي اللي انا بجرب فيه. العربية تقريبا ما بتتميلش. ثابتة بشكل رهيب. فيها ثقة كتيرة جدا في الملف وفيها اكتر من كده بكتير. بس هي برضو مركز ثقلة مش واطي. مهما عملت مركز الثقل ما هواش واطي. العربية مركز ثقلة عالي لانها عالية. حتى لما بتوطى بس وصلوا للمعادلة يا جماعة. من زمان قوي. لو فاكرين كنت عملت لكم ريفيو قبل كده للكيان وللكيان الاس والجي تي اس. فاه لا وصلوا معدل. تعالوا نجرب التسارع لهذا الوحش الكاسر ونشوف هيعمل ايه. واحنا سايقينها طول الوقت بالثبات الكتروني مقفول. بس ده شارع مستقيم ومقفول بفكركم. طيب تعالوا نجرب التسارع ونشوف العربية هتأدي ازاي. 2.3 من اكتر من 2.3 من 10 طن قافلين الثبات الالكتروني حاطينها في اعنف مود واوطى حاجة كمان. تعالوا نجرب ونشوف. طيب بفكركم برضو العربية ما فيهاش لونش كنترول. ده 6 نقلات تورك كونفرتر عادي. هنشوف. فلازم اديلها بريك بوست. كله كده تمام. مود الرياضية. ممكن نمسك التورك شوية عالي شوية. ستة 35. لا فيها احسن بكتير من كده. هنعمل كمان تجربة. اول مرة كنت فاتح التكييف فيمكن يكون سحل شوية من القوة. هي فيها اكتر من كده بكتير. تعال نجرب تاني. يمكن احسن شوية. واخدين بالكم البوست بيطلع ازاي عند فوق التلاتة. 6 ثواني. كمان مرة. مرة تالتة. والربع ميل 14 ثانية. الربع ميل كويس على العربية في الوزن ده. طيب تالت مرة نجرب التسارع ونشوف هنحسن الرقم ولا لا. هديلها بوست اعنف شوية عشان التيون بتاع العربية البوست بيفتح بعد التلاتة. فلازم نزود شوية. تعالوا نجرب. اخر مرة. طيب ووطيت العربية لأوطى كمان سيتنج. تمام. ستة 26. اللي فاتت كانت 6 ثواني. مش بطال. شوف السرعة القصوى. اكتر من كده ما اقدرش ازود. فعليا فعليا. الحزام كلبش كمان يا جماعة. ودي معاكم. طارق العربية عملت الزيرو المية. مصممة يعني بفلورت للآخر. 6 ثواني فلات. الكورتر مايل 14 ثانية بالظبط. وده زي الكتاب بتاعها. أوكي. فده كويس قوي. التيون أنا رأيي عايز تخلي التورك يفتح أو التربو يخش من بدري شوية. هو التيون ده بيأخر التربو فبيخليها سوقتها من فوق حلوة قوي. اللي هو البيك أب when you floor it on the road فاهم it flies. لكن for low end torque لا عايزة التيون ده ينزل تحت شوية يغير الماب شوية. يعني you need to customize the tune and maybe if you do headers or remove the cat also headers. Primary cat. Headers will remove the بتاع. أنا حاسسها مكتومة شوية. يعني you can let it breathe better. Yeah. It will actually translate the tune better to better flow to more horsepower.
That's the beauty of cars. That's the beauty of cars, and that's the beauty of your car, and it's an amazing beast, and very much like the owner, you're an amazing person. I appreciate it. وسامحوا طارق ان هو العربي ناسيه عشان برضه الناس بتكتب وفين ليه طارق ما بيتكلمش خلاص سامحوه وسامحوني هنعمل ايه بقى؟ معلش يا جماعه معلش طارق ميرسي ربنا lovely meeting you شرف لينا وخد بالك ولافلي كار ولو عجبكم الكلام ده اعملوا لايك وسبسكرايب ونتقابل في العرض القادم سلام